معانا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا بوزاره الصحه. اهلا بيك يا فندم. مش اخر عليك يا زعم، مش اخر عليك وعلى كل مشاهدينك. في البدايه يا فندم عايزين نعرف الاعداد وزاره الصحه شايفاها ازاي والمستشفيات شايفه ايه؟ خلينا نقول لحضرتك زي ما حضرتك قلت في المقدمه، لا في زياده في الاعداد، ومش انا بقارنش دايما الاعداد بالشهر اللي فات، انا بقارنها بنفس الاعداد السنه اللي فاتت. هل في زياده ولا ما فيش؟ يعني حضرتك بتقول فعلا احنا الشهر اللي فات كنا في حدود ال 100، احنا امبارح قفلنا عدينا 400 عيان، لكن السنه الشهر سبتمبر 2020 احنا كنا الاعداد في حوالي 120 ل 150 حاله طول الشهر. يعني احنا اعلى كمان من السنه اللي فاتت لو قررنا يعني كمان بالسنه اللي فاتت. ده طبعا مرتبط بكذا حاجه، مرتبط بان احنا فقدنا الحذر بعض الشيء في الفتره اللي فاتت، فقدنا اصبنا بعض الملل من الاجراءات الاحترازيه، اهملنا شويه في التزامنا بالاجراءات الاحترازيه، وفي بعض التحورات اللي حصلت ساعدت على سرعه انتشار الفيروس. كل ده لازم يتاخد في الحسبان، وكل ده حله في ايدينا احنا، التزامنا احنا باجراءاتنا الاحترازيه، وخلاص زي ما حضرتك قلت اذا كنا زهقنا شويه نرجع تاني ما نزهقش ونرجع تاني نلتزم، لان التزامنا هو حياتنا وهو الخطه الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها الفتره الجايه.